دولة التيموريين. والتيموريون سلالة تركمانية حكمت في بلاد أفغانستان، شمال الهند، إيران، العراق، الشام، شرق الأناضول وأجزاء من منطقة القفقاس. كانت عاصمتهم سمرقند وبعدها أرام. مؤسس السلالة تيمور لانك ينحدر من قبائل البرلاس الأوزبكية من أصول تركية، والتي استوطنت مناطق ما وراء النهر. قام تيمور لانك ببناء سمرقند وحولها إلى أكبر حواضر العالم. توفي تيمور لانك، تنازع أحفاد تيمور مملكته، وتمكن شاهرخ من أن يفرض نفسه سيطرة من قاعدته في هراء على جميع أملاك جده. سقطت بعدها الأناضول ومعها إيران والعراق في أيدي الأق قيونلو. أثناء العهود التالية نشطت الحياة الثقافية في العديد من الحواضر في المملكة. كانت سمرقند أكبرها جميعا. اشتهرت بمرصدها الفلكي الذي قام ببنائه الفلكي والسلطان في نفس الوقت ألغ بك. ثم بدأت الحروب الداخلية. كانت إمارة سمرقند والتي حكمها أبو سعيد الاستثناء الوحيد لحالة الفوضى التي عمت المملكة. بعدها أزاح الشيبانيون ابنه أحمد عندما دخلوا سمرقند على مرتين. عاشت دولة التيموريين آخر أمجادها في هراء تحت حكم بايقرة، والذي كانت عاصمته مركزاً من مراكز الثقافة آنذاك. انتهى حكمهم سنة 911 للهجرة